بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً يا ملك الصوت الدولي تعالى الكجوكتان ومركلة يو ايرو تي في وبرنامج كيني عام بحي انه مقع درني جبوتي مانتا وان انت بدن كغا حضرنا التاريخ دا لقنك يا سياسة دا جمهورية دا جبوتي برنامج كمانتا وحا يقوم مرتيعة وان شاشة دا كو حسبين بروفيسر حسين إبراهيم حمد واه برسارة او وحكالدiga جامعة دا دالكا فرانسيسكا غارهان باريس حرونتا دالكا فرانسيسكا. حسين كوسو دو ايرو تي في وكوسو دو هاي ولالكي فيصل عبرون ان بدن بان يعني كان مقنع هاوشا ايغو بداتي وحان هاي نين محالي لهدا نين يعني هاوشي سو اسكا بدات هاي بان اسكا هاي لكن وان جوغا وحكستان دوك اسكا لسعودا ما سيحن وكوجوغا وي هي وي سودا هو مركله طبعا مشغول ما دام معلم تاع معلمكم مره بوان المشغوله انت كدب ما انت وحنا كهدلينا قيبه كميد تاريخ دلك جيبوتي تاريخ انت ان لو غلين ان وحا جرا جرايد كليادو افريقان جورنال دو افريق ان مدحوين اسماعيل عمر جيله او سي اي وربحين كسليسن تاريخ جيبوتي بل وربحينتا او سي اي يا وخي هلكا او كيري مخي اهيت سودا وكوسو دو هاي ولالكي فيصل عبرون انكو مهاتسان ايرو تي في اديغو مهاتسان حد دير ساعدان يعني كان لها وان جوغا عاي كابا نجوغا وراقادا جون افريك واللي صدري وان اخريي وان يابي ونا اسماعيل عمر قيلي وانن كووضا شعبوينها جيبوتي بان وانن يعني تلسكي سو إدل أيا إسكغول بسن بان مركا جورنال كا آل لهدو جون أفريك و جورنال محال لهدو إساق إدل لشقية ديكتاتور دا أفريكا مقالة دانا نجوغو يعني باريس أيو يالا هاد دار حلقان او تلفوني يي والو والا أرققحي وحان روان إني أشكتيني لونا شاكدة جيبوتي تاريخ جيبوتي أيا لغا شاكا يابان ربان ويكال هادلين وحيدا هادين عمناك ماها عن وحاد الواني إني أقانا حلي كستود انترفيو يعني كقادين ديكتاتور رادا أفريكا ويقبضتها إسماعيل عمر قيل حلي كست انترفيو لغا قادو لبابا قولو كونو إيرو أيو سيا مالكا ومالو دي يعني كو أرانكارو وحكست محالة هادا ماتا مالدر بوغاري ما هذا تاريخ دي بوغاري او وحو ويري تاريخ دان جيبوتي او ووغي ايا فرانسيسكا اسكلا صحيح دي وراقدو او ووغي با سور دي ساي مركا ما هذا او ووغي او دنتي بوكا اللي هاي ويقو فرح ساي هاي انتا جيبوتي اسكا معمولا يو انتا جيبوتي نتا هاي دل او جوغي جيري ايسوهو دل او جوغي جيري مما سانكو anu de taaso ka tada tur la qaadan karo maaha wasoo booday gaalada waanu kala macneeyay waxaana taariikhdu sida maaha Djibouti waxay tahay horta wadan 194 afari haysatay gumeysigu xilligu yimiday afar buu ugu yimiday magaalada Djibouti wa magaalada idilo Djibouti waxa dhisay gade bursi isaaq arab gariik Ethiopian ikasto gud bursiga ugu badnaa ninka ugu horeeyso Djibouti maamulay Paris kana joogo loo soo diray waxay ahay Jaamac Ali Musa de waxa soo idil lama ma sax karo xitaa awoogiisan u sheegayo wuxuu yaani ka sheegay been wuxuu yiri macallin buu aha wuxuu yiri wuxuu ka shaqeynayay yaani shama dafarka hergel libatan wala yaqaana dad wax dhigtay maaha dad wax yaqaana maaha isaga idilo madaxweynaha isku sheegaya nin diploma haysta maaha nin shahaadada haysta maaha marka beentaas oo yaani kaleeta wax aad loo qaadan karo maaha shicibweynaha Djiboutina tu a loo aamusi karo maaha anagu heer Djibouti handaanahay waxa soo keeta looma aamusayo gaalada markii waxaan u qoray waraaqad shicibweynaha Djibouti hadeer waraaqada badan baan u dirdiray taariikhdi siday tahay waan sheegay Jaamac Zeylici sawirkiisa intoo wixeyay
حتى لينكي قالدو أي واحد سبب أدري تاريخ الجيبوتي بارو سيدا هرجل لبتل وادت شلي صاق لي وين وادت يكا يو رك بدن عيسى وادت صو ولا قال كل يسقال بقول يتدبي يتدباتن كي أنو عيسى وما هي عيل وادت إدلي وين وادت ناس كوجا نوجي لكن ده بنتو وحفي عن ماها شعوينها جيبوتينا ده dad ciisaha diidan maaha laakiin deniyo ho taariikhdi saacada a lama saxayo oo dadkii wadanka joogay a laga leeyahay shishayad yaani tahay wadanka waad ku dhalatay kumaad waad ku dhalatay umaad dalan baantaayo kharibka saacada a la keeno hadaan mutaallimiinti wadanka nahay hadaan oqoyaankii waddan kanahay waxa soo deekaleeta waxa nahay kuwi joojinayay xaq yaani sharciyadeed noqota xaq yaani kaleeta noqota una beentu wax loo aamusamaa isbaacil umar wuxuu ku dhisan yahay been naftiisu waxay iska dhisan tahay been taliskiisu wuxuu iska dhisan yahay been isagu been ha isku sheego laakiin ma doono inuu beenta ciisaha u sheego beenta shicibeynaha jibuuti u sheego maaha wayahay aan marka aan ma waxaad leedahay wareysigii uu joornaalka siiyay taariikhda Jabuuti wuxuu ka soo bilaabay xilligii awoogii ayuu ka soo bilaabay miya ha wuxuu yiri 1900-kii ayuu faransiisku la saxeexday awoogay buuri waraaqada dil meel Qurcanbaado ah la yiraahdo Qurcanbaado waa wadan afarad weyn meel uu ciisuhu u soo dhawaaday maaha ya talabaad maxaa la yiraahdaa bo gaalku waraaqadu iska qorqortay wuxuu yiri waa la saxeexnay buuri waraaqada ciisaha laakiin waxa ka horeeyay waraaqadu gudub buursiga iska la saxeexday 1800 iyo 60-kii waxa soo dir buusa masaxay wuxuu soo masaxay ubux gumeystigu saacadu yimiday waraaqadu cafarta la saxeexday wax jirin buu keenay isagoo la yaqaan maanta Google-ka meel kasta hadal la garaaco shicibeynaha Jabuuti waa la soo la yaqaanaa afraq alweyn isagoo dirdhaba shalay nuga yimiday ayaa doonaya inuu iska yiraahdo Jabuuti mamasan ba asaasay awooyaashay ba asaasay tolkayga asaasay waxa hadda wax loo qaadan karo maaha wax loo aamusi karo maaha wuxuu u baahan yahay afku ba la yiraahdaa bana aada kubale rahda amba uu cabsooda amba uu xishooda ninka xishoodkii uu ka tagay isagoo maanta 80 jir ah oo diktatorka weyn ah cabsidiina way ka tagtay marka wuxuu moodayaa anagu inaan jif sanay wasoo jeedna beenta soo kaleeta meel uu iskala mari karana ma jirto meel kastana waa ka ashkateen doonaa jornaaladu iska tagtay doonana حقاً وجورنالس كي يلماشاً جورنالكا ولا أشكتيني قصب بين مقوني إن تاريخ دي جيبوتي آنن لمسيحي دونك أنقو ماشو قيل بطل قالة دو واح إسكلاسة هيا حدي أمبا ميل أي دو ودن أو مماساكو جوغي تاريخياً ميل أي إسكلاسة تالو مجرتو تاريخ دو واحي نور شاقة سا سوياشة سا عدل باربارو إن جيبوتي تهي ودن joog jireen ayna joogan wali gudubursiga afar dadka kaleeta way noqon yimaadeen lama nadiidayo laakiin dadku waa inay adab iyo xishmad iyo respect a lugu joogo haye waye waa ku boobaya ma soconaso okay en waye en marka la hadaan wax ka weydiyo en jeerada marka adiga aad la xiriirtay ee aad ku tiri madama aad jariirad weyn tihiin oo adduunka laga daawado oo laga akhristo maxaa idinku qasbay in aad waxa doontaa qortaan idinkoona wax cadeyn ama reference hayn maxay kugu jawaabeen wallahi waxa yiraahdeen waxa waa sheekaan barbaari doono annaku bay yiraahdeen waa wadnaxsanahay bay yiraahdeen adigoo maanta professor xilliga soo wacday annagu nin madaxweynu isku sheegaya inuu debenta inta la eegno sheegayo ma mooday tiktarradeena ayaa kula soo hadli doona an waxa reference waan inihaya wax kasta waan inihaya waa inaad sheekada
وإنا لبينا يباري تاريخ ده سيدا لو ما مسيح كرو مد نكسته وحو داني ما أران كرو وحد نجوكتين باري ودن كي يعاسمة دي تاريخ ده جيبوتي قعان تيدا إسكاقا حيسي بوغياشينا واني نهايا مالكا إساقا مانتا خشيف مدونا إلهي إلهي بدوني إنو إسخشيفا واكا دمانتا وو إسخشيفي ويهي أن بروفيسور حسين دالكا فرانسيسكا جوكتا وحبات كدكتا أننا قونيها ناتهاي وحبادن باد أكتهاي أن دالكا فرانسيسكا وأجي هسات شكتي تاريخ جيبوتي نبتا يا دكو وجيمي محل لو قرينا يا تاريخ الرمتا يا دو مالينيسا تاريخ الرمتا وحا لو قرينا يا وحا لو باهي هي شعب وينها جيبوتي يكا ايدل انيغو كليتا مهدي جود كدعمي قاسم احمديني وحا لو خيد معارضة او هير جيبوتيا وإنه إسكاك عانو تاريخ دودا على شاك شاكو ما أنت معلسف حق معارض نقطة حق دولد نقطة داد شالي سوق لي أيا مالك استهيستا تلفزيوني فورتين راديوي يعني فورتين داد كابا ولا خبين أيا داد كابا إسكان نعب شاكرا وهداد كيتيد ولا ولا عباد أيا wada kiba noodiisa saba laga leeyahay marka waxa loo baahan yahay inay shicibeenaha Djibouti oo intooda badan u badan tahay gadi-buursi iyo afar waa inay gacanta is wala qabsadaan taariikhdooda waa inay sheegaan in laga xishoodo maaha waxa waa wax iska yaala waa wax iska qoran wax masaxmaya maaha wax iska qarsoomaya maaha gaalka ina wax laga sugo maaha gaalku shaqadiisu waa kulliyoom sidoo bana aadanka maxaa leedaa isku dirdiro isaga maxaa leedaa ugu ma jirto aan tare inuu taariikhda ruta sheego gaalkan waa gumeys weyn wadannada afrika 16ka wadano afrika sida wuxuu u keenay dad sida ismaaciil umar geela ah dad wadanka u dhalan dad wadanka ku dhalan ayuu keenay si uu maxaa leedaa gumeysnimada ugu haysto وحابو سكيكي سميه توغو وحابو سكيكي سميه غابون وحابو يعني كم معمولا لا كوت ديفوار وحابو كم معمولا جيبوتي ماركا داتكو ايدل با يقان اني هير جيلين بتل اهين هير جيبوتي لكن ماتا هير جيبوتي او ايدل با يقان انو جامع زيلعي انو حاجديد عرب كالا شاكي انو ننهين عرب انو يهينين هير جيبوتي انو يهينين سمران سعيدة ولا يقان قفكو يهي أحمد ديني ولا يقان قفكو يهي علي عارف ولا يقان وح الله وحان هي أنكو منهين دادكي شالي كون يساقال بقوليو تدبيو تدباتا كسوق لي أو ودنك لاقلاقيا تاكاليتنا انتاون هدا الوجوك سنة يوها دادكن إسماعيل عمر يتاليس كيسو دولان با هايستا كومبلكس إدل با هايستا وكواتيجي زيلا وكوي سوق القيلني دولكا قد بورسيكي دونيان إني بوبان وي أنقو ويدي دولكا عفرتي دونيان إني بوبان وي أنقو ويدي مركادة بنا آدم كو وحفيعان سيدي والالتين مدى إنا لسكولان نولادو لكن قفبان بومي يو قفبان تاريخ ديسا مسيحي وحاد لأقولان كرماها قد بورسي دواتا دويد وحي إسكا بلاباتكون يساقال بقول يو sagaliyo afartankii boqol qof ba laga toogtay armiga waa laga saaray iskoolada waa laga saaray handana gudi bursiga Djibouti maanta way buuxaan afartuna waa sida wada kooga la dooniyay in la qabsado in laga boobo wax kasta way u noqowayday maanta taliska Ismaaciil Umar afartan sanadood misa illa todobaad sanadood buu nahaystaa isagoo gumeysigu bana aadal lama masixi karo Hitler Jarmanka ninka haysan jiray يهود دوني إنو مسحوا إنو قوي دي إسماعيل عمر إيو أفرتا يعني سواقا شي شالي دردبا وي إنو قولا أدهاي ولي سيدي أباب إن لهايين تاريخ دا قد بورسيقا إيو تاريخ دا أفرتا مركا هير جبوتي هندارنا هيا أنكو وكسو هور جيدنا جان أفريكنا شرعي بان إسكالتيك سننا هير جبوتينا وحا لها نتاريخ دينا أوكا
inaad saaxatiin maaha diktator kan iyo afar qof oo iskala socota iska farxiya wayahay en professor en waxaan doonayaa wax ka weydiyo imika siyaasadda dalka Djibouti way qasan tahay en rag badan oo madaxa la xirxiray wasiirra xiran rag ba guriyoogii lagu xannibay inay ka soo bixin en madaxweyne Ismaaciil Umar Geele mar kale ayuu hoggaamiyay xisbiga iyo suudu calaamad saaray oo uu shaq uu hadda asaga yahay bal siyaasadaasi iyo arrimahaasi iyo wadanka xaaladiisa nooga waran wallahi wadanka xaaladiisu way iska xun tahay dadkii heer Djibouti ahaa dadkii wadanka ku dhashay qoladay dooni ha noqoto tamata wasiiradan oo iska xidhay waa dad waa inamadii ku dhashay Djibouti haddana maxaa la yidhaahdaa shalay wuu khalday ciisenimo yacni ku khalday qolonimo yacni ku khalday diktatorku qolo male walaal male saaxiib male maanta xabad buu u wala tooganayaa ninka ugu horeeyso toogtay waxay ahayd saaxiibkii Yasin Yaabe welitii unbaa dee iska socota marka maxaa la yidhaahdaa diktatorku awoodda intaa la eg shicibweynaha Djibouti unbaa siiyey isagoo awood u haysto iskama jirto waxaa leehanay rag badan buu khalday rag badan buu khaarijiyey rag badan buu toogtay rag badan buu xirxiray deher Djibouti oo waxaa leehanay maanta 40 sanadood ayaad ku jirteen silica Ismaaciil Umar marka qoloqoladan iyo waxaanu iniga dhaadhiciyay iyo taariikhdan baanta iyo buugta uu inagu wado iska iloobo dhinac mid ah laga maro ninkan iska farxiya baa leehanay dadkanna ummadanna ummad yaani shisheeya maaha waa dadkii wadanka soo dhisay afar noqota gadabursi noqota dadka gacanta inigoo haysta diktatorka baa leehanay iska farxiya wadanku maanta wuxuu yahay digita kooran ma jiro lacag ma jirto biyo ma fiish ma hadalkii wadanku waxba iskama haysto isaga un baa dee haysta wax wayahay en su'aasha u dambeysa ku weydiinay professor waxay tahay en madaxweyne Ismaaciil Umar hadii ay sida hadda uu kaga tago xilka maadaama imika la leeyahay arrimo badan baa jira oo dhinaca qoyska hoosa oo waalis haystaa maxaad u malaynaysaa dalka Djibouti in ay ku dambeyn doono mustaqbalka dadka dalka Djibouti inkastoo maxaa leedahay qulaaqushan ay iska jirto waxaan naqaanaa birri diktatorka inartinku madaxweyne maaha nin doorasho yacni ku soo baxay maaha waa nin dhulka soo boobay weyn waa nin dhulka iskaga haysta weyn xoog waa nin yacni booliska noqota jadaaranka noqota armiga noqota familigiisii buu soo wala dhigtay birri hadduu maxaa la yidhaahdaa iska dhinto da'dii baa haysa wuu xanuunsanayaa afartan ilmaadeer uu haysto way iska wala baxsan doonaan dhulka dadkii wadanka iska lahaa ayaa soo qabsan doona marka shicibweynaha Djibouti waxaan way iskala wala socdaan afar cisho uun weeyin waqtigii Ismaaciil Umar haddeed wuu dhammaaday ilmaadeeradiina waa kuwan Yurub tan bay joogaan mid kasta sidii masaakiintu isku khabeenayaa waraaqada la wala doodoonaya waxa la wixii taliska Ismaaciil Umar ha maanta xaasaskoodii bay soo wala direen ciyaalkoodii bay soo wala direen iyakii ba meeshan wala nanaabaya marka anigu maxaa leedahay waxaan iska leedahay birri taliska Ismaaciil Umar xilligu dhamaado heer Djibouti handaan nahay waa soo jeednaa waan joognaa wadankeena waan qabsan doonaa cadaaladda waan keeni doonaa waan iska dhisan doonaa adiyad baad maasan tahay en kaasi wuxuu ahaa professor Hussein Ibrahim Xumad oo maanta ka wareysanayay barnaamijka Djibouti maanta professor adiga iyo dhammaan daawadayaasha qadka ku jiro waxaan idin leenahay aad baad maasan tiin waad mahadsan tahay Aero TV iyo Faisal Abroad ahsantuhuna